كي سرات عبيره من ردني البال هذا ما شتينيش كي درت ليه اش تيته وتا هذاك شتيت ليه راسو وانا ندير ليه ديك بحال هكا نضرب مو وضربتيه هو وانا مالي اصاحبي ومنا مصاحبي كيكبر وكيدير عقلو انت كتكبر الطبراش كاع اش تي ما كاين ما يد نعاود لك شنو كتا كاين مع هذاك احكي عادي الله دابا هذا قال لك جي عندنا واحد قال لهم جي عندنا هاك وفي الاخر قال لا جوج جي شنو مصدقني البراش بالك البراش ديال دابا الجيل مع مالين الدار واخا دابا تقدروا تحبسوا هادشي عافاكم راه صافي شبعتكم صافي بركه نقدروا دابا ندوقوا ناكلوا الحلوه ونزيدوا في حالاتنا عافاكم نعسوا واخا ومع اصحاب حيد اصاحبي من حدايا حيد صور انت ما كتعرفش تشطح والله ما تعرفش تشطح الكادو دماني الدار اي 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 لا الدري كبير دار 18 عام احنا ما نسيناكش راه اليوم عيد ميلاد كنت تشكرناك وجبنا لك واحد الكادو واحد الكتاب سبحان الله العظيم العنوان مثير العنوان زوين وحتى القصه تاثر فيك تعجبك تعاونك في حياتك اي الكتاب ديال كيفاش تصوب الحرشه المغربيه في اقل من 5 ايام وبدون معلم عرفناه كيفاش عرفتي هذه راه 5 سنين وانت كتجيب لي نفس الكادو وزيدون داك الكادو راه جابو لي صاحبي كتمشي على المجر كتهزو كتجيبو لي تفرشتي تفرشتي اذا هاد العام ما كاينش كادو الكادو هاد الفتيات واي ما منسيتك شاش لك كادو صاحبي وايلي واي ما هو 85 ربي يخليك ليا شتي لك مشيت انا رخيص صاحبي بنت نزل الفلوس يا صاحبي والكادوات ديال الدراري خويا انور سمح لي الكادو راه نسيتو نسيتي كيما داك العام وكيما ولدك العام وكيما 5 سنين هادي نسيتي ما تخافش السيمانه الجايه ولا هاد الايام الجايين نجيب لك الكادو ديالك ما تخافش حباس عليا هاد الهضره هاش كتعني المهم الكادو ديالك انور ما جبتوش ماشي نسيتو ولا شي حاجه انا ما بغيتش نجيبو لك وما غاديش تاخدو وما عمرك تحلم به شكرا اسهل حاجه في المغرب هي انك تقد كادو كتشد شي حاجه ما عندك ما دير بها في الدار تترا ترا ها هو كادو اي الناس هادين ديال 18 عام راه ليا راه ما نسيتش هاد المره داك العام نسيت كل كاين هاد المره ما نسيت كاش ديك الكادو لاحظتك ليا راه عارف داك العام نسيتي ودابا ما كاينش مازال شي كادو يكون معتبر قلع شنو جبت لك ما عايش تقشع ما يمكنش الكادو جبت لك راه ما كاينش بحالو ها انت شكون هذاك الصنداله فينا شكون عطاها لك كاين شي واحد عطاها لك تفضل الكادو ديالك كيفاش جاك الكادو كيفاش جاني بطبيعه الحال عجبني واش عرفتي شنو هي شي واحد هذاك الصنداله واش عرفتي شنو هي الصنداله بعدا لا بطبيعه الحال ما غاديش تعرف وعندك الزهر تلاقيتي معايا انا كنعرف وغادي نوريك شنو غنديروا بها هو انور فرحات هو انا انت دابا اللي كتبتي هابي بيرثدي كامله لصاحب كيفاش عرفتي يلا كتبتها لصاحبي عنده عيد ميلاد مزيان انا كتكتب هابي بيرثدي ولكن كان من الافضل انا كتكتب هير اش بي حيت حنا منظمه اش بي جميعا من اجل اش بي واخا كلنا اش بي انت كرورك انت كرهت في كامونا انت ناري مسخوطه انت سيري انت جيري هنا من اللور من اللور عندك الفردي والخجر والضرب وما لاش داك لاباس اجيت ترى واقيلا هو داك بوطي رميسه اللي كيقلب عليه في مدار انا كيبان ليا بلي في هذا الوقت تحيد البلان من عيني وما تحيدش ليه الفيلم اللي متبع تقدري الله يا جد الله واش هاد الباطل اش من بطل رميسه احنا كاع عطوا التلفاز يا الله السلام عليكم اليوم جمعتكم باش نقدوا واحد الفيلم لا كل بطل ديما حزين جدا غدوز عليه الدكاكا الحر غيموت ليه با مون سابوح بيبور بيبو جيرانهم كلشي غيموت ليه غيقتل راسو واقيلا نكملو وفي الحلقة 9011 غيكتشف بلي كان كيحلم كمل الفيلم ديك الساعة كاين شي اقتراح شي حاجة شكرا على المسائل خصك تعرف واحد القضية السي المخرج بلي راه شكرا صفق صاحبي صفق ثمن هذا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم شي قرر تما والو عجبتني الفكرة عجبتني انا خصوصا
سير السلام عليكم. كنت كنبغي نقول بلي عندي واحد الاقتراح لي هو الفيلم يكون فيه 25 حلقه صافي. واخا لا 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 كون جريب حمود بيرك ومغور وجاوي دوك الرباك ما يطرعشي عاش غديري ويا درت لي ويا دري مشاي يا دري فاش درت لي وحكار اخرين تفو صاحبي صبر صبر ها صبر دابا يجي فيلم اخر حتى يطلع. السلام عليكم. اسكت وليدي كون عاد لك تبكي مش واقع. اسكت وليدي راه منكم احنا وحنا محنين وحنا غدي لا لا الله لا لا الله وانتم ما قولوا لي اش كاين خويا تحركوني يا مزاع حركوني يا مزاع اش داير ما بداش ما بدا حتى داك الحدرك ديال السر المختصر تا هو طرقوه تا هو مات اش غدير لا لا الله ولدي ايوا صافي غادي نديك فين جا البارابول البارابول فين جا فين جا البارابول جا في السطح فين غادي يا وليدي فين سعيد الصوت ديال الدبلجه ديالك شكرا. السير المخرج هنا كيبان لي غير حقير وبليد وما كتسواش. انا ما كنسواش انا ما كتسواش كتسوا كتسوا ياك من هنا يلا خرج. هاهو واخا وليدي بلاتي فين تبان دابا انت كتبان لي لا تولدي واحد دقيقه عارف باش مريض انت وليدي كتجلس بزاف قدام هاد القرقاش ما تبقاش وليدي تقرب ليه بزاف وخلي واحد المسافه تقدر بكيلومتر بينكم وبينو حيت دوك الاشعه فوق البرتقالي كيأثروا على العين صافي يلا وليدي دابا شوف داك الرقم اللي تما وقولوا لي راه ماشي بان لك راه صغير ثلاثه هذاك لا وليدي ماشي ثلاثه انت مريض راه ثلاثه ما ماشي مزيان واه عندك ما تبقاش تقمعني اخر مره تقمع الطبيب ديالك هاد الموسخ هذا شوفوا ولدي انت ما عمرك باقي دير دوك الكيوسكات ولي زيكيتات راه كيضروا الودن دوك الموسيقى اللي كتسمع راه ماشي هي هذيك حيت كتدخل في النخاع شو كيدير الودن ما تبقاش دير داك الشيء ولدي اه ودابا شنو المعمول دابا ناخذ ها قلت لي شي حاجه شنو المعمول واش ناخذ ما كنسمعش شنو شنو دواء اه ناخذ دواء اه دواء اه واه خذ لك خذ لك شي في الفارماسي نقول قول لي سعيده يعطيك كل شيء انت وليدي عندك هشاشه العظام خاصك وليدي تشرب الحليب بحالي بنقص كاع من الهضر باش انك تقوي العظام ديالك صافي يلا بلاتي ندير واحد يعطيني الترسات راه مشكله مع هاد اللي ديما لو كاسي لا جون ديما ماشي لا جون لا جون لا جون بقريتها في الجرامير ماشي الفرونسي تي شوف اولدي راه اخر مره تقمي فيها شي قارو راه داك الشيء خطير على الذات كما كتشوف معايا وكما كتشوف الضغط شنو كيقول كما تشوف لنا في البيسي انا رئه مدخن ورئه غير مدخن الرئه مكرفصه مكتكرفص اولدي اخر مره مازال تسميتو يلا ولي جيب ديك البريكان نقادو الطرح شوف اولدي ما نبغيكش مازال تاكل بحال هاد الشيء راه فيه السكر بنسبه كبيره انت ولدي غتبقى تاكل غير الصبه والحمله الحمله والتفاح وصافي والماء هذا الشيء خليه لمواليه فاش كنتحاسبوا على الفلوس شوفوا الدراري غنديروا 50 درهم لواحد وهذاك الشيء ما كاين لا صداع لا حساب لا والو فهمتوا صافي متفقين متفقين هذا الشيء قبل ما نخرجوا اما من بعد شوف السي محمد 50 درهم عطيتها لك 10 درهم يلاه سالك 5 درهم ديال هذا المره فاش كنقسموا الخدمه بيناتنا يلا الدراري كل واحد الدور ديالو انت عارف المسائل ديالك فهمتي داك الشيء باين انت النشاط الغناء المواهب داك الشيء يا سلام انت داك الشيء ديال الاقتصاد كشي عارف ديالك صافي الدراري قسمنا الادوار ان شاء الله سامع ونيفا او في الاخر واحد الضحيه هو اللي كيدير كل شيء وادي ايوا اروح حنا نجيب واحد الدوره كمل هادشي ما نجيب واحد الدوره في الغابه حنا جايين يلا يلا راه غير كتفلع ونقاد مزيان قاد عرفي ما نساش طيب معاك واحد كاس داتا ودير معاك التليفون في الشارج راني جاي دابا دوز معاك هاد البريد هذا الله يرضي عليك فاش كنبغيو نطيبو دريك ما نبحش معاكم كاد عرفو طيبو صافي انت شي كل مسائل كل شي واش شكون دابا اللي غيبدا يطيب الاول اصلي الله يرحم لك والدين باقي نصلي ساسيسقه شوف الوالده الوالده حميد هي الوالده حميد حميد طيب انت طيب مزيان اه وفاش كنبغيو نشطو
من بعد زوج ديال الدقائق. وفاش كيهضر شي واحد فينا في التليفون؟ وا الدراري الله يزوينين صراحة. كالما صاحبي راه هادشي زوين في الجو. والله إلا كان الجو يا سلام. قيم بصراحة. ما كاينش ما كاينش. الدراري الوالد الله يكون في عونك السكات لا ما تخافش الو افتح الجواب. اوكي والله يا عمر هذا راه الجواب. الجواب راه على شي شيشة. هادي قالوا على ضروري الله يطريح. فاش كنبغيو نشارجيو البورطابل كاملين وفي نفس الوقت شوفوا شحال وصل هذا في الشارج. شكون هذا الكيدار اللي حيد لي هذا من الشارج؟ فاش ما كيكونش الواي فاي وكتكون عند شي واحد تروجي دري عنده تروجي. هادو باغي نتروج وانت اش باغي تروجي؟ هادي مول هيك الشخصيه ديالي. اش بغيت نقول؟ لعب ما كاينش. كاين كبير كبير.